السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيون ودابا في الجهه نتاع الجديد، بقاو معايا. واول حاجه غادي نديها لكم هما جابوا هاد الخزانه اللي هي كامله نتاع الخشب، عندها 4 نتاع رجيلات وعندها المجر اللي تقدروا ديروها هكا في البيت نتاع النعاس، اي بلاصه بغيتوا. اللي الثمن ديالها 15.95 €. وشوفوا يا البنات شنو دخلوا اليوم. دخلوا هذه اللي هي مبخرة كهربائية، كدير البخار بالماء هذه، وكيجي فيها حتى البخور كما كتلاحظوا. كاين فيها اما هذا اللون او لا هذه، جوج الوان. الثمن ديالهم 4.99 €. لهذا اللي هو نتاع البديع. وكاين حتى هذه العلبه اللي فيها البخور، فيها اما هاد عود الند اللي كنقولوا ليه، فيها هادي وهادي. غادي نجبد واحدة باش تكون الصورة واضحة. كما كتشوفوا كتحطوه بحال هاد العود الند، كتخشيوه هنايا لداخل، وحتى هذا تحطوه في الوسط، وكيعطي هكا الريحة. وفيهم حتى الألوان على حسب الريحة نتاع البخور. فيه هنايا البني، الكرونة واللون الأخضر. الثمن ديالو 2.69 €. وجابوا حتى هذا الديكور اللي هو نتاع الحديده باللون الذهبي، تحطوا هنايا شي ورود او لا تخليه بحال هكا. الثمن ديالو 4.79 €. وكاين حتى هذا الديكور اللي غادي نقولوا ليه حامل تاع الشموع، غادي تحطوا هنايا الشميع الداخل، اللي هو نتاع الحديده، فيها اللون الاسود واللون الذهبي اللي هو كبير بزاف، ب 17.95 €. ودخلوا حتى هذا البلاطو اللي هو نتاع الخشب، كيجي شويه غارق. هذا الثمن ديالو 4.99 €. وكاين هذا الديكور اللي هو في الجهه نتاع الفاز، شوفوا نتاع الجاج منه، وفيه هكا الورد نتاع بلاستيك، فيه بحال الحجر الداخل. كاين اختلافات على حسب الديكور نتاع الورد الداخل، 4.44 €. وجابوا حتى هذا الورد نتاع بلاستيك اللي تقدروا تزينوا به هكا شي حاجه، كيجي طويل بزاف. كاين هكا هذا اللون، كاين اللون الاحمر، الابيض. الثمن ديالو 2.95 €. ودخلوا هادو اللي حطوهم في الجهه فين كاين الفاز، هذا نتاع تاع بلاستيك، تحطوا فيه هكا شي فاز ولا شي حاجه. كاين لون الغوز، كاين لون البني واللون الكري، 2.25 €. ودخلوا هادو في الجهه فين كاين هكا الشومع، فيهم هنايا 5 نتاع الشميعات، كتحطوه فيه الشميعات وفيه حامل تاع الشموع، وفيهم الالوان كما كتلاحظوا، ب2.49 €. وكاين حتى هاد الكوفيات تاع الشميعات اللي فيهم ستة، وفيهم الالوان هاد اللي يجيو قصارين، ب2.79 €. ودخلوا هاد البلاطو اللي كيجي هكا نتاع الخشب، كيجي رقيق في التقديم نتاع الاكل، غادي يجي رائع. الثمن ديالو 3.99 €. واما في الجهه في كاين الاواني، راح تجابوها في الفصل نتاع البديع، كاين اما هذا اللون، كاين هذا، وحتى الديزاين مختلف، ب2.79 €. واما في الجهه في كاين اللوازم نتاع الحمامات، راح تدخلوا هاد الرشاشات اللي كيتغير اللون ديالو على حسب الدرجه نتاع الحراره نتاع الماء. بحال الا كان سخون كيدير الاحمر، متوسط الاخضر، و الا كان بارد الازرق. الثمن ديالو 5.99 €. وكما كتلاحظوا دخلوا تاني اللوازم تاع الاحتفالات ديالهم تاع الاسطن، كاين هذا هكا بحال بلاطو فيه هكا الارانب، الثمن ديالو 1.79 €. وكاينين حتى هاد الانارات بحال هادو، زوينين هكا تزينوا بهم هكا الغرف نتاع الاطفال اللي خدامين بالحجيرات. كاين هاد الشكل، كاين الشكل نتاع وريضه اللي الثمن ديالهم 1.99 €. وكاينين هادو حتى هما خدامين بحجيرات، وفيهم هكا الالوان، 2.49 €. وكاين حتى هاد الديكور اللي هو في الجهه في كاين الاحتفالات ديالهم، اللي هو نتاع البديع، ما كيوحيش على الاحتفالات، تحطوا هكا في الغرف نتاع الاطفال، وفيهم هكا الالوان تاني، ما حطوش هنايا الثمن ديالو. ودخلوا حتى هادو اللي كنحطوا عليهم هكا التبصيل، هاد
يدخلوا فيهم على الاحتفالات، اصلا مكتوب فيه كل شيء. لي الثمن ديالو 55، وكاينه هاد الاغطيه نتاع الطاوله، كاين اما هاد اللون او لا هكا اللي فيهم 140 على 180 سنتيم بأورو و 19، وكاينين هادو بحال هادو. شوفوا راه ما كيوحيش على الاحتفالات، اللي فيه 45 على 150 سنتيم. كاين لون الغوز بيبي، كاين لون الازرق واللون الاصفر. ودخلوا حتى هاد الديكور اللي هما في الجهه فين كاينين الاحتفالات ديالهم، على شكل قلب. هذه زوينه تقدروا تعلقوا هكا في الغرف نتاع الاطفال اولا شي بلاصه، حيت ما كتوحيش على الاحتفالات. 73 سنت. وكاينين حتى هاد الديكورات، حتى هادو راهما في الجهه فين كاين الاحتفالات، فيهم ثلاثه نتاع الوريدات اللي هما نتاع الحجر اولا هكا الحيوانات بأورو 79. ودخلوا هاد الاله اللي كدير لكم هكا المساج نتاع الوجه، بات لي جديده، فيها جوج بلايص تقدروا ديروا المساج الوجه، الثمن ديالو 2.79 أورو. وكاينه حتى هذه، حتى هذه بانت لي جديده، دير لكم هكا المساج الوجه ديالكم بأورو 79. واما في الجهه في كاين المكياج، راح تجابوا هذه، هذه العلبه اللي فيها الاسفنجه نتاع هكا المكياج، اللي فيهم ثلاثه كبارين وجوج صغارين، الثمن ديالهم أورو 95. وكاينين حتى هاد العلبه اللي فيها الاظافر نتاع البلاستيك، لي باكيه كبيره فيها شي 216، لي الثمن ديالها أورو 59. ودخلوا حتى هادو، هاد ستيكرز اللي كيديروا هكا فوق الاظافر اللي فيهم ديزاين، الثمن ديالو أورو 49. ودخلوا حتى هاد المبرد نتاع الاظافر اللي فيهم جوج ب 69 سنت، وهذا اللي فيه 30 من الكبير حتى للصغير بأورو 24. واما في الجهه في كاين الاواني الالكترونيه، لاحظت جابوا هذه، هاد الطاوله اللي هي خاصه نتاع لابتوب، اللي من نتاع الخشب من نتاع البلاستيك، فيه بلاصه فين تقدروا تشارجوا التليفون، الثمن ديالها 9.99 أورو. ورا فيها حتى الالوان، فيها اما هكا او اللون الاسود. وكاينه حتى هذه، هذه زوينه خصوصا اللي عنده هكا لابتوب، اللي هي نتاع الحديده كتوقفوا عليها اللابتوب، الحديده على ما اظن البلاستيك الله اعلم واش دايره لداخل، الثمن ديالها أورو 99. وكاينه هذه زوينه اللي تشارجوا فيها التليفون والساعه وحتى الكوب فوغا، الثمن ديالها 9.95 أورو. واما في جهه فين كاين الاعمال اليدويه، لاحظت جابوا هذه، هذه زوينه الطريقه اللي كانوا كيديروا زمان، ايام زمان، على باش كيسدوا بها الرسائل، هاد الشمع اللي كيدوب وكديروا ليه هاد الطابع، وكيجي فيه ثلاثه نتاع الشموع، وفيه حتى الطوابع مختلفه، كاين فيها اما هكا فراشه او لهذا الشكل وهذا، لي الثمن ديالهم 2.22 أورو، وفيهم حتى الالوان على حسب الشمع اللون اللي بغيتو. وكاين حتى هذه، هاد الاله اللي هي كهربائيه، فيها الرؤوس اللي كتنقش لكم، كدير لكم النقش على الخشب، الثمن ديالها 8.25 أورو. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم اكسيو، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.